نفسي ان انا ان شاء الله ان شاء الله يعني ان انا احقق حلمي ان انا ابقى بطلة عالم في سكي ايجيبت، ونفسي ان انا يعني ليا رسالة صغيرة قوي ان انا نفسي اقابل كابتن محمود الخطيب الخطيب. يعني انا ما شفتوش قبل كده خالص، انا نفسي شرف ليا ان هو يكون معايا في السكي ويتفرج عليا ويحضر الايفنت، وده شرف ليا بجد ان انا نفسي اشوفه واسلم عليه، ونفسي اشوف لعيبة الاهلي كلها. يعني انا مين اكتر لاعب بتحبيه بقى؟ هو انا كنت يعني انا ما كنتش فاكره لعيبه جديده اصلا، بس انا دايما اشوفه في التي فيز يعني في التلفزيون. انا بشجع الاهلي ما بشجع حد تاني يعني. فانا نفسي ان انا يعني انا شفت يعني شفت شناوي، يعني شفت ان هو كان شفته مره، لكن شفته في التي في يعني لما كان خلاص. احنا هنختم بقى ان احنا نقول يعني تحيه كبيره من نورهان لكابتن شناوي، صح كده؟ نورتينا يا نورهان، انا مبسوطه بيكي جدا، واعتقد كل جمهور الاهلي مبسوط بيكي، ويا رب دايما كده كل حاجه نفسك تحققيها في المستقبل تعمليها يا رب. نفسي بس ان محمود كابتن محمود الخطيب اكيد هيسمعك، او الرساله هتوصل له ان شاء الله لما يبقى في وقت متاح باذن الله يقابلك. ده ان شاء الله يعني اكيد يسعدنا كلنا. نورتينا.